معلومات بتخلينا نوقف ونعيد التفكير بأكثر الأشياء يلي منستخدمها حالياً، وهو فانوس رمضان، واللي بيعود أول ظهور إله بحسب روايات تاريخية للخليفة الفاطمي، اللي كان دايماً يخرج للشارع بليلة رؤية هلال رمضان لاستطلاع الهلال، وكان الأطفال يخرجوا معه وبيحمل كل منهم فانوس ليضيئوا له الطريق، معبرين عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان. ورواية أخرى بتقول أنه ما كان مسموح للنساء بالخروج سوى بشهر رمضان، فكانوا يخرجوا وبيتقدم كل امرأة غلام بيحمل فانوس لينبه الرجال بوجود سيدة بالطريق. تختلف الروايات، لكن الجدير بالذكر أنه أول من عرف باستخدام الفانوس برمضان هنن المصريين منذ قدوم الخليفة الفاطمي للقاهرة قادم من الغرب، وكان هالشي باليوم الخامس من شهر رمضان لعام 358 هجري. خرج المصريين بمواكب من رجال وأطفال ونساء حاملين الفوانيس الملونة لاستقباله، وبهيك تأصلت عادة الفانوس وأصبحت رمز رمضاني. بعدين انتقلت هالعادة من مصر لمعظم الدول العربية، وصار فانوس رمضان جزء أصيل من تقاليد هالشهر الكريم.